يقول: ما حكم الصلاة في بئر زمزم تحت؟ الصلاة جائزة في جميع الحرم، دور البدروم أو بزمزم أو الصحن أو بالأدوار، بالأروقة والأدوار، الدور الأول والصف، كل ما كان من بناية الحرم، كل ما كان من بناية الحرم يصلى به. لكن ما يصلي الإنسان وحده، أو يصلي ناس شويين ويبعدون عن الصفوف، هذا لا يجوز. لازم تتصل الصفوف، يصلون جميع ما يتقطعون. نعم.